ورحمة الله وبركاته. الكويت الثالثة خليجيا والسابعة عالميا في إصابات كورونا لعدد السكان. احتلت الكويت المركز الثالث خليجيا وعربيا والمركز السابع عالميا في نسبة الإصابات بفيروس كورونا المستجد قياسا لعدد السكان، وفق مؤشر الذي يرصد على مدار الساعة الإحصاءات المتعلقة بالفيروس على مستوى العالم. ووفقا لمؤشر عدد الإصابات بالنسبة لكل مليون نسمة من السكان، فقد سجلت الدول الخليجية تقدما في التصنيف، حيث جاءت دولة قطر كأول دولة في العالم بنسبة 43,358 إصابة لكل مليون نسمة، في حين جاءت مملكة البحرين ثانيا على مستوى العالم بنسبة 35,209. وجاءت الكويت في المركز الثالث خليجيا والسابع عالميا، متقدمة على الدول الأعلى إصابة حول العالم مثل البرازيل والولايات المتحدة وكولومبيا وإسبانيا، على الرغم من أنها سجلت إجمالي إصابات أقل من هذه الدول 95,472 حتى أمس الاثنين، إلا أن مركزها المتقدم عالميا ما رده إلى نسبة الإصابات قياسا لكل مليون من السكان بواقع 22,290. وحلت سلطنة عمان في المركز الرابع خليجيا و12 عالميا بنسبة 15,780 إصابة لكل مليون نسمة. وتعتبر المملكة العربية السعودية أكثر دول الخليج في مجموع الإصابات ب 325,661 حالة، إلا أنها في المركز الخامس خليجيا و33 عالميا بنسبة إصابة لكل مليون نسمة 9,325. ويعتبر وضع دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل من شقيقاتها، حيث جاءت في المركز السادس خليجيا و37 عالميا بإجمالي إصابات بلغ 79,489 وبمعدل 8,018 إصابة لكل مليون نسمة. وعربيا سجل العراق معدل إصابات 7,186 لكل مليون نسمة، وضعه في المركز 45 عالميا، في حين سجل لبنان نسبة 3,565 إصابة لكل مليون نسمة ليحتل المركز 84 بالنسبة لدول العالم. وجاءت ليبيا في المركز 92 عالميا بنسبة 3,306 لكل مليون نسمة، فيما سجل المغرب 2,282 إصابة لكل مليون نسمة. وعلى الرغم من تسجيل مصر إجمالي إصابات بلغ 101,009 إصابات، إلا أن معدل الإصابات لكل مليون نسمة بلغ 983 ليضعها في المركز 132 عالميا. ربنا يشفي كل مريض يا رب.